وين 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 علي راح اكتب على السؤال انا وياك دردش. بسم الله علي يا اخي انا تعجبني وينك يا ولد انت تعجبني المواضيع اللي فيها قصه ويقفاها قصيده. قد مر عليك موقف وكتبت فيه بيتين انت شاعر صح؟ شويعر متذوق متذوق ادي هنا اللي تبي في ودك استرح لابدا استرح انت والله طال عمرك الابيات وايد ابيات وايد انا حافظ طيب لسه باجي باجي نعم عليك من. ولكن يا ابو صالح وش تبغي سالفه ابي سالفه ومعها قصيده يا اخي هذه تحس لها طعم ترى القصيده اللي تجي بعد سالفه بعد حدث تحسها مليانه القصيده تجيك مليانه حافظ القصيده ما حاسالفه بس اني ضيع القصيده ما حافظ ما عليه عطنا ما عندك لكن عندي سالفه اسلم هذا طال عمرك رجال في, في, في الخارج رجال في الخارج طال عمرك وعنده عرس ورفيقة موجود في الديرة اللي هم فيها قال الرفيقة كلم رفيقة وحزن قال حياك على عرسي جاء رفيقة قدامي عرس 4 أيام وخمس أيام ثم جاء رفيقة طال عمرك وسلم عليه قال له طاح عنده روحه وجيه يجيب أغراض وكذا رفيقة شافه له مرات عجب فيها السلام اي عود على رفيقه رجال المكان ايش في خاطرك يا ولد؟ قال بعلمك انا ريت لي مرتين يا ولد وابغى اشوف شو علومه كان ما بعد عرسه باخذها يبي عرس عليه اي بعرس عليه ايوه قال بشوف سعادتك وش اوصافها قال كذا 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 طلعت مرتك يا رفيق يا رجال وهو بعد خذها لا اله الا الله كل مره كل مره راح الرجال ضبط الوضع مع العائله قال انا كذا كذا وانا عندي اشغال في رفيق انا فلح مني وهو خاطبها ذاك عرسها 3 أيام ما بعد عرس بس خاطبها اي عرسها 3 أيام قال خلاص دام شو اسمه وانا عندي اشغال ما عندي بعد العرس دام المره قلت جاهز للعرس خليت اخذ رفيقي اللي ما ادري بصوبكم اي ما انا بصوبكم ورفيقي مره كنا هي كلكم تشوفوني طيب وهو طيب مني والله حلمه طيب ذا كاد ياخذها الرجال يعرس يروح ما. قال الرجال حذر المره ان الرجال ما يدري بالعلوم راحت ايام راحت المره ما صبرت ما جاها تبغى تعلم الرجال بجميل الرجال تعلم رجالها قالت ترى السالفه كذا انا كم مره فلان وكان تضايق الرجال راحت ايام يقوم الرجال يطلق المره انزلت حالته لاسوء حاله ما له لايمه صدمه انزلت حالته هو كاد يوم جاي يوم ولا مستحي ويرفع التليفون على رفيقه اللي هو زوجها المره قلت عنده خبر يا ابو فلان الله حيه شلونك ساك طيب والله ابشرك قال ابو فلان انا معتاز والوضع ابغى منك حاجه فلانيه اخوي اقدرها قال والله اسمع انا رجال مشغول وانا ما هم عندي تعذر جالس خاطر اذا جعت وكاد يروح رجال على باب الله يسير المليالي الا معرضيها هات ريديل ما هم طالع موجيهم شيء متتمين اخر شيء معهم صندوق ذهب ايوه قال ابوه ما يعرفونه يحطون صندوق عنده هل علموا شو قال اسمع احنا مطردين وحن الصندوق يا حوض عندك حطه لخيمتك يعني كان حين جيناك مغيب الشمس يقابله ولا ترى حلال عليك هو من القصص الحديثه ولا القديمه القديمه تقول دق عليه التليفون لا حلو راسع مرسول تلعب علينا بدايه يومنا تصرف لي انت والله ناصد شوف بس انه ما بدا هو طوال ارسل عليه مرسال قول مرسال مرسال يلا ارسل عليه ايش اسمه ايش اسمه ذاك اللي حمام زاجل اللي هو حمام زاجل الوك هذا انه اسلم يا حسين ما حد جاوب الوك هذا قام راح يوم جاي قابلت ما جاوه هل الذهب ها اخذ ذهب له استغنى الرجال ذهب يبي يغنيه لين يموت يوم اخذ ذهب عنده استغنى الرجال اخذ له يومين ثلاثه وجيت ذيك المرت وبنتها ايوه منكم جايين قالوا احنا ما عندنا اهل وحنا علوبنا علوب فلكن شفناك وانت ما عندك احد ولكن احنا بنقعد عندك وابشر بسعادتك اذبح وكرم الضيفان اعتبرنا امك واختك يا سلام يا مره كمر اي قال لكم عندي الوكاد تعرف الخيام الاول فيها يجير نسوان اي قاطع بين قاطع الوكاد وقعدوا عنده عيش وملح فيقوم الرجال يوم من الايام ويسمع عزيمته عند رفيقه
اللي طلق المرأة عشانه أيه. اللي كلمه تردى فيه يسمع عنده عزيمة رسمية كبيرة يروح صبح يوم يوم يستقهوى قلطه رفيقه قال يا الرب وش رايكم في رجال انا سويت فيه كذا كذا شاف المرة وما ادري ايش قال وما ادري ايش قال ويوم زوجته امرتي هذه سالفته هذه سالفته يا سلام مبيض الله وجهه ولا في خير ولا 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 يقول في المجلس هذا من هو؟ قال هذا معذبنا فلان صدم العالم فلان رئيسه طيب فلان رجال طيب قال قال انت خليتني لا معك معك الجوال ها لا تذكرني توك مالك الاربع ايام ما بعد جاك شيء الوكاد انه قال رفيقي فلان فلان هو اللي مطرد فيني قال انت حطيتني رديء قدام الرجال ولا عاد ولا عاد في موقفي الا اني ابرر موقفي مالها الا دربه اي قال طال عمرك شفت انت الرجال اللي جاوك بالذهب انت مين ولا انت شفت انت شيء من وجيههم قال انا واحد منهم لا اله الا الله اي ما يبي يعد ذيك انها جماله ما يبي يرد جمالته وداري قالوا شفت انت المراه اللي جاتك هي والبنت قالت ترى هذه امي واختي ايوه جمل العلا وانه رد الجميل هذه هي لا اله الا الله السالفة حلوة ولا ها ساير المخرج خليه يحط الوقت يطلع للشباب موجود موجود الوقت على الشاشة